مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا بكم. يعني يوم جديد واستاد جديد واستاد الاهلي. عارف طبعا ان كلكم زعلانين على مباراه الامس، لكن هو ده حال الكوره. عندي سؤال مهم جدا قلت لازم اساله لكم. هل احنا كجمهور النادي الاهلي اللي بقينا طماعين في كل حاجه، عايزين كل حاجه، ولا هم اللي عودونا على كده؟ هو النادي الاهلي اللي عودنا ان اي حد يشيل كاس، يشيل دوري، يشيل بطوله لازم يبقى اهلاوي، لازم يبقى الفانيله الحمراء هي اللي اعلى حاجه. هم غلطانين ولا احنا اللي غلطانين؟ هم غلطانين ان هم علمونا المبادئ وعلمونا ازاي نتكلم ونجومنا الكبار اللي بطلوا كوره عمرهم ما طلعوا شتموا ولا انتقدوا اي حد؟ غلطانين ان انتوا علمتونا كده زي ما بنسمع دلوقتي من ناس بطلت كوره بتطلع تتكلم على جماهير الاهلي وناموا بدري وناموا متاخر؟ انتوا غلطانين ولا احنا اللي غلطانين؟ علمتونا المبادئ، علمتونا القيم، علمتونا الاخلاق، علمتونا كل حاجه حلوه، حتى البطولات طمعتونا فيها. مين اللي غلطان؟ استقبل ضيوفي عشان اسالهم مين اللي غلطان، احنا ولا هم؟ معايا الاستاذ الكبير استاذ محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بمصر اليوم. منور الدنيا. الله يخليك كابتن ميدو، تحياتي ليك. منور الدنيا. الله. معايا الاستاذ الكبير استاذ حسن خلف الله، اهلا بحضرتك الناقد الكبير في الاهرام. اهلا بيك. اهلا وسهلا. منورين الدنيا. ربنا يخليك. انا حيران بصراحه. لا هو انت سؤالك في محله، ولكن مش عيب من جماهير النادي الاهلي ولا عيب من لعيبه النادي الاهلي او الكيان بتاع النادي الاهلي. فعلا النادي الاهلي عود جماهيره انه يبقى في المركز الاول. من حق جمهور النادي الاهلي ان هو اتعود خلاص على المركز الاول، من حقه ان هو يزعل لان المركز الثاني بالنسبه لجماهير النادي الاهلي او بالنسبه لمسؤولي النادي الاهلي او لعيبة النادي الاهلي هو بالنسبه لهم خساره، حتى لو تحت منك 100 منافس مش 10 منافسين كمان. لا يعني لو انت الثاني عالميه برضه النادي الاهلي هيبقى زعلان. يعني لو انت في اي بطوله قاريه او اي بطوله عالميه النادي الاهلي دايما متعود على المركز الاول، هو ده ميزه النادي الاهلي، هو ده سر يعني سر عظمه النادي الاهلي وسر ان النادي الاهلي واحد من الانديه الكبيره في العالم كله. تمام. يعني النادي بينافس على الاكثر بطولات مع ريال مدريد ومتفوق على انديه كبيره جدا زي برشلونه وزي مانشستر وزي بايرن ميونخ، انديه كبيره جدا النادي الاهلي متفوق عليها في عدد البطولات لان الكيان بتاع النادي الاهلي، المنظومه بتاعه النادي الاهلي متعوده دايما ما تعرفش في الارقام الا رقم واحد بس، هو رقم واحد، رقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه مش في حسابات النادي الاهلي. تمام. من حق جماهير النادي الاهلي انها تزعل امبارح لان الاهلي فعلا امبارح كان الافضل، هو المتحكم في المباراه، هو اللي مسيطر. ممكن الفرصه الاخيره بتاعت هكلمك يعني على المباراه مش هنسيبها، من حقهم ان هم يزعلوا، ولكن ممكن نعتبرها يعني لو هناخدها في الجانب المليان من الكوبايه ونبص بايجابيه، ليه ما نقولش ان دي ممكن يعني جرس انذار او نقطه عشان الناس تفوق للدور الثاني في الدوري، وبطوله الدوري في النهايه هي الاهم. النادي الاهلي فقد بطوله هي وخسر كاس السوبر امبارح بالليل، ولكن لسه قدامه بطولات كثيره، لسه النادي الاهلي هو رقم واحد في الدوري بعد انتهاء الدور الاول وفارق عدد نقاط معقول عن اقرب المنافسين اللي هو مصر المقصه 5 نقاط. تمام. النادي الاهلي يقدر يعوض الكلام ده ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ولكن من حق جماهير النادي الاهلي ان هي تزعل، محدش يلوم على جماهير النادي الاهلي ان هي تزعل لان هي اتعودت على المركز الاول فعلا، اتعودت على البطولات دائما، وده حق النادي الاهلي وهو ده القماشه بتاعت النادي الاهلي، ما تسمحش غير بالمركز الاول، ولكن في النهايه الرياضه توفيق وعدم توفيق. امبارح شفنا حاله من عدم التوفيق بالنسبه لفريق النادي الاهلي. هنتكلم مش هسيبك انت معانا، فمن حقهم ان هم يزعلوا. هنتكلم على الفنيات وهنتكلم على المباراه وازاي كان شكلها وكان مين يعني اللي يستحق المكسب، لكن هكلمك في الفنيات. انا كان بس اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اساله السؤال ده اللي هو السؤال اللي هو عكس الطبيعه يا جماعه، عكس اللي احنا بنعمله او النادي الاهلي بيعمله، ده عكس الطبيعه ان هو يكسب كل البطولات، ان هو ياخد اي كل الالقاب، ده عكس الطبيعه. ده السؤال برضه اللي اساله الاستاذ حسن، ايه رايك؟ شوف يا كابتن، عايز اقول لك حاجه. طبعا هو يمكن يعني زي ما محمد قال وزي ما كلنا متفقين، النادي الاهلي دايما ليه انجازاته، ليه بطولاته، ليه تاريخه اللي ما يعني ما يتاثرش بمباراه او ببطوله او اي شيء، وده وارد في كره القدم زي ما انت قلت، دي طبيعه يعني. يمكن بس يعني الشعور بالحزن لان ما زي ما احنا كده كلنا كنا في مباراه مصر والكاميرون، كنا المباراه حاسين انها اتسرقت مننا. يعني ما يكون الجمهور حاسس المباراه اتسرقت منه في بهدف او بضربه جزاء، وهو كان بيلعب بشكل كويس وكان اداؤه جيد، فهنا بيشعر انه يعني الحلم كان في ايده ثم اخذ منه. لكن ده ما يمنعش ان احنا نقول مبروك لنادي الزمالك طبعا، ومبروك لجماهيره،
وده يعني امر في كرة القدم، يعني حكمة كرة القدم زي ما انت راجل لعيب كبير، ان الامر ما بيتوقفش على مباراة ولا على نتيجة بطولة. بطولة السوبر بطولة تاريخية في السجل التاريخي لأي نادي بيحاول ان هو يكون عنده سجل من البطولات، ده امر مهم. التفاصيل كلها بتقول ان الاهلي كان اقرب زي ما احنا متفقين، لكن انا عايز اتوقف عند امر مهم. اتفضل. امر يمكن انا توقفت عنده امس، لان احنا بنقعد دايما بنتحاكى بكثير من الامور الانسانيه اللي بتحدث في العالم الاخر. تمام. لكن لابد احنا كمان نتحاكى بالامور الانسانيه بتاعتنا. امبارح كان في مشهد عظيم جدا بيدل عن ان الاهلي فيه اداره واعيه وبالفعل اداره لها حسن تصرف وسرعه بديهه، وانا بشكر من او المسؤول عن هذا التصرف السريع جدا. لحظه اضاعه ضربه الجزاء اللي اضاعها حسام غالي، بعد هذه اللحظه حسام غالي كان ليه رده فعل يعني انسانيا اللي بيتابع انه حتى كان في حاله من الحزن الكبير، حتى بلا شعور شال شرط الكابتن من على ذراعه، وكان حاله انسانيه صعبه جدا لهذا اللاعب بتاريخه الطويل. بعد المباراه مباشره وبشكل سريع اعلن النادي الاهلي في ظل يعني حاله الحزن اللي ممكن تاثر على اي مسؤول، اعلن عن انه سيتم البدء للتجديد لحسام غالي. دي لفته انسانيه رائعه طبعًا. رائعه وممتازه طبعًا. من النادي الاهلي طبعًا. تصرف عظيم جدا، لابد ان احنا نقف امامه وفعلا نشكر من قام بهذا التصرف طبعا في وقت صعب جدا على لاعب انه بيضيع وهو كابتن الفريق، تضيع منه ضربه جزاء، وهذا امر طبيعي ووارد، لكن ده بيأثر انت كلاعب بتشعر بحاله صعبه جدا، خاصه ان حسام غالي في الفتره الاخيره تحيط به كثير من الامور، البعض من حتى ممكن يكونوا من المنافسين بيطلقوا شائعات كثيره على حسام غالي. في هذا التوقيت وفي هذه اللحظة الإنسانية يعني فيها مشاعر كبيرة جدا من اليأس والبؤس لهذا اللاعب، اللي حضرتك بتتكلم فيها تحديدا، تجد إدارة واعية للغاية هي إدارة النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي يكونوا حريصين على سرعة نشر هذا الخبر والإدلاء به. ده فكر راقي جدا ويدل على نضوج إداري عالي جدا، ولابد احنا المواقف الإنسانية دي احنا يعني يمكن في التاريخ الإنساني الرياضي بنتوقف عند مواقف وبطولات انسانيه كثير. أنا شايف ان تصرف مجلس اداره النادي الاهلي في هذا التوقيت بهذه رده الفعل العاليه جدا، اعتقد ان ده تصرف انساني عالي جدا من اداره النادي الاهلي. انا معاك تماما. بالظبط، فده امر مهم، وانا بقول حسنا فعلت اداره النادي الاهلي في هذا التوقيت وبهذا الخبر وبهذه السرعه وبهذه رده الفعل. انا بعتقد ان ده يعني فعلا بيؤكد ان اداره ناضجه، إدارة على مستوى عالي من التفكير واتخاذ القرار. ده يمكن يعني بيسجل تاريخيا للموجودين في الأهلي على نضجهم وعلى تفكيرهم الراقي في هذا التصور، لأن فعلا هي كانت حالة تعكس أو مشهد يعكس قمة اليأس وقمة الحزن بالنسبة لحسام غالي، لأنه طبعا قائد الفريق وما ينفعش أنه في هذا التوقيت يعني يكون سبب أو إعلان حتى عن فوز المنافس بعيد عن ضربة الجزاء. فده موقف إنساني أعتقد أنه مهم جدا كان لازم أتوقف عنده طبعا، وده موقف يشكر عليه كل المسؤولين أو من قام بهذا التصرف، وده فعلا يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي على المستوى الانساني قبل اي شيء. طبعا انا معاك تماما، يعني بتفق مع الاستاذ حسن تماما في الكلام اللي قاله. طبعا حسام غالي قائد قبل ما يكون لاعب، لعيب مميز جدا، لعيب مهم جدا، لعيب اعتقد ان احنا كلنا اي نادي يتمناه واي منتخب كمان يتمناه. حسام غالي ما اصعب او ما قسوه انك تضيع او تضيع كوره يعني عارف يعني كوره صعبه جدا عليه وعلى الجماهير الاهلاويه كلها. اصعب حاجه انت تضيع كره زي كده وانت قائد، لكن شفنا مارادونا ضيع وزيكو ضيع ماني في السنغال، ميسي ضيع، كريستيانو ضيع، وطبعا لكن الموقف الانساني لمجلس اداره النادي الاهلي محترم، ودي ده الطبيعي في هو ده السلوك اللي بيعبر عن عظمه النادي الاهلي، هو ده الطبيعي، هو ده السلوك اللي بيعبر عن عظمه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وده الامر اللي يعني انا اعتقد ان هو بطوله في حد ذاته. وده الطبيعي يا استاذ حسن. وعشان بنتكلم في السلوك يا جماعه، عشان بنتكلم في السلوك كان في نقطتين مهمين جدا كان لازم اتكلم فيهم، او يعني نقطتين اعتقد ان هم نقطتين سوداء، يعني نقط سوداء
المميز جدا واللي احنا بنتعلم منه في الاعلام. الكابتن مدحت شلبي امبارح انتقد او قال على مستر مانويل جوزيه اللي هو رمز من رموز التدريب في مصر ورمز كمان اعتقد ان هو كمان رمز من الاهلي لانه هو صائد البطولات او مدرب البطولات. كابتن مدحت شلبي يعني شخصيه كبيره جدا شخصيه عظيمه جدا احنا بنتعلم منه في الاعلام وفعلا رائد من رواد الاعلام في مصر. ما ينفعش باي حال من الاحوال ان حضرتك تطلع تتكلم على الراجل العظيم زي مستر مانويل جوزيه وتقول ان هو عبده مشتاق حتى لو كان خانك التعبير او خانك اللفظ، لكن حضرتك ما ينفعش تتلفظ بمثل هذه الالفاظ وحضرتك قائد وقدوه لكل الاعلاميين في مصر وحضرتك فعلا مثل يحتذى به. لكن كان صعب قوي علينا، كان صعب قوي علينا كجماهير اهلي، كان صعب قوي لما مستر مانويل جوزيه يسمع كده. انا عارف طبعا ان اللفظ خانك، انت عايز تقول ان هو يعني مشتاق ان هو يرجع يمرن النادي الاهلي تاني، لكن هو اللفظ كان صعب جدا يا كابتن مدحت، ومنتظرين اعتذارك لمستر مانويل والجماهير النادي الاهلي. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه النجم الكبير احمد حسام ميدو، النجم اللي احنا كلنا عرفنا ان هو نجم في الكره ونجم كان في مجال الاحتراف، كان برضو رمز من رموز الاحتراف في مصر. ما ينفعش انت خلاص تتعامل باسمك احمد حسام ميدو، ما تتعاملش بسنك، انت اسمك كبير قوي، مقامك كبير قوي في الكره المصريه، ما ينفعش انت تطلع تقول لجماهير النادي الاهلي اللفظ اللي حضرتك قلته. انا مش هقوله على الهوا تاني، لكن لازم برضو احمد حسام تطلع تتاسف لان انت قيمه كبيره في الكره المصريه، ما ينفعش يصدر منك مثل هذه الاقاويل. يا جماعه دي سلبيات لازم كلنا ما نقولهاش او لازم كلنا نتغاضى عنها او حتى ما نطلعهاش من 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 افواهنا. يعني كان لازم اتوقف عند النقطتين دول. احنا النادي الاهلي ياما خد بطولات، عمرنا ما سمعنا نجم كبير طلع اتكلم او حتى نجم صغير طلع اتكلم على جماهير الزمالك. جماهير الزمالك الف الف مبروك ليكوا، واحنا طبعا نفسنا يبقى في انديه بتنافس الاهلي في البطولات، يعني مش اول بطوله هتاخدوها ومش اخر بطوله هتاخدوها، لكن انا بتكلم على احمد حسام ان هو رمز من رموز الرياضه في مصر، كمان نادي الزمالك نادي دجله، لازم تتعامل يا احمد باسمك الكبير مش بسنك. شكرا يا جماعه، انا اسف ان انا طولت عليكم، ولكن ارجع تاني للاستاذ. هي سقطه يعني مش عايزين نزوق الكلام، هي سقطه من ميدو امبارح، لان الحوار اللي دار بينه وبين الكابتن كريم شحاته في اذاعه الشباب الرياضه، هم بيحاولوا ان هم يعني يغيروا الموضوع معاه وهو مصر على الكلام بتاعه. بضم صوت لصوتك، المفروض ميدو يطلع يعتذر، هيطلع شجاعه الاعتذار مش عيب. الجماهير مش ناقصه، الناس بتتكلم عوده الجماهير للمدرجات واستغلال الحاله اللي عملها المنتخب في الجابون، والجمهور الاهلي والزمالك امبارح كان شيء رائع جدا امبارح في ابو ظبي. فمش عايزين لعيبه او نجوم يزيدوا الاحتقان مره ثانيه ونأجج المشاعر بين الجماهير النادي الاهلي ونادي الزمالك، خصوصا امبارح نادي الزمالك احتفل ما حدش جاب سيره النادي الاهلي. النادي الاهلي ياما احتفل بفوزه على الزمالك او فوزه على بطولات، مفيش اي مسؤول او اي لاعب سابق في النادي الاهلي كان بيجيب سيره نادي الزمالك. هي سقطه بالنسبه للكابتن احمد حسام ميدو، اتمنى ان هو يعتذر عنها، خصوصا ان هو ما بيمثلش نفسه دلوقتي بالزبط. ولا حتى بيمثل نادي الزمالك، هو بيمثل نادي عظيم، هو نادي وادي دجله. تمام. كابتن مدحت شلبي انا في اعتقادي ان هو يمكن خانوا التعبير، خانوا التعبير لان هو على الهوا فحب يقول افيه بالظبط، فالافيه يمكن جاب نتيجه عكسيه، ولكن اكيد الكابتن مدحت ما يقصدش الاساءه لمانويل جوزيه. مانويل جوزيه شئنا ام ابينا نختلف او نتفق معاه، عمل انجازات كبيره مع النادي الاهلي، واحد من المدربين اللي حفروا اسمهم في سجل المدربين الكبار في تاريخ الكره المصريه مش في تاريخ النادي الاهلي بس، له ذكريات وله مواقف كبيره جدا مع جماهير النادي الاهلي، مع الجماهير المصريه، مع النادي الاهلي، وبالتالي مانويل جوزيه جزء من النادي الاهلي. بالظبط. ممكن تختلف مع اسلوبه او تختلف معاه او تتفق معاه، ولكن هو في النهايه ستورة. جزء من تاريخ النادي الاهلي. لما نقول ان النادي الاهلي 110 سنه او 115 يعني مانويل جوزيه جزء من تاريخ النادي الاهلي وجزء من كيان النادي الاهلي، له احترامه وله تقديره، ولكن انا في اعتقاد ان هو التعبير خان الكابتن مدحت، يعني حب يقول فيه على الهواء فالتعبير خانه، ولكن ما اعتقدش ان هو يقصد الاساءه لمانويل جوزيه. ده عكس موضوع ميدو، لان ميدو اصر على الكلام اللي هو قاله ضد جماهير النادي الاهلي، وبالتالي لازم ميدو مطالب باعتذار، لان هو ما بيمثلش نادي الزمالك، بيمثل نادي وادي دجله، هو مدرب في الدوري الممتاز،
والمفروض ان هو لعيب محترف يحتفل من حق ان هو يحتفل، ينتمي من حق ان هو ينتمي، ولكن بدون اساءه للطرف الاخر. بالظبط، انا معاك طبعا تماما. احنا بنتكلم يا جماعه، احنا بننتقد عشان الاشخاص دي طبعا اشخاص يعني المفروض ان هم يعني اشخاص قدوه. بالظبط، خصوصا كمان الكابتن مدحت شلبي شخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه جدا، وكابتن برضو احمد حسام ميدو نفس الكلام. وطبعا الاعتذار واجب، والاعتذار من شيمه الرجال. اتفضل لو حضرتك عايز تعالى. لا هو بس يعني ده تاكيد بس قصه عبده، مش ان كل المدربين فعلا مشتاقين ان هم يدربوا الاهلي. انا اعتقد يعني كان يقصد كده، بس هو خانوا يعني ايا كان، بس هو بتعكس امر تاني يعني، حتى لو خانوا او ما خانوش او قصده او ايا كان، بس هي بتعكس فعلا ان كل المدربين بيتمنوا او مشتاقين لتدريب الاهلي يعني. بس يعني طالما اتفهمت بشكل سلبي، ما هي اتفهمت سلبي، خلينا واضحين، اتفهمت سلبي وهو كان يعني هدفه فيها سلبي وكل حاجه، ف يعني خلاص. والكابتن يعني مدحت يعني بس كبير ومتحش طبعا مختلف. ولكن بس احنا زي ما قلنا ان الناس يعني اي حد بيشتغل في مجال الكوره وليه نجوميه وليه ناس بتسمع كلامه هو قدوه زي ما احنا متفقين طبعا. فبالتالي مثل هذه الامور اكيد الناس بتاثر فيها والناس بتاثر بيها، ودي بتاثر حتى على اي شيء ايجابي احنا بندعو ليه. تمام، فكل هذه الامور لابد ان اي حد قاعد بيتكلم قدام ميكروفون او شاشه او في اي مكان وهو وصل لمرحله من النجوميه الناس بتسمع له، فبالتالي لازم يكون حريص على كلامه، لان ده كله امر في النهايه بيأثر زي ما قلت على اي شيء ايجابي احنا بنقعد نتكلم ونقول عوده الدوري وعوده الجماهير، وفي مراحل كثيره كنا بنعاني في الكره المصريه. فما ينفعش الناس اللي كانت بتعاني وتنادي وتقول لازم يرجع الدوري ويرجع الجماهير وهم الناس اللي بيأثروا على هذه العوده. تمام، فلابد ان الناس تاخد بالها من النقاط دي بالذات، لأن يعني دي نقاط مهمة وبتأثر سلبيا، بعيدا بقى عن كانت وجهة نظره هو عايز يقولها كده ما يقولهاش كده، لكن هي زي ما أنت قلت سقطات وأخطاء. تمام، أخد برضو رأيك في مباراة السوبر. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، طبعا هي مباراة السوبر اتأثرت كتير طبعا هي لعبت في توقيت غير توقيتها. تمام، وكنا عارفين إن هي اتأخرت لهذا التوقيت، وجاءت بعد مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية في الجابون، ولعلها جاءت الان لتذكر الناس ان هناك دوري بعد التوقف الطويل اللي حصل وانشغال الناس ومتابعتها لكاس الامم الافريقيه. فهذه البطوله جاءت في توقيت غير توقيتها. انا بعتقد ان برضو اتاثرت بشكل كبير باللاعبين، الاجهاد اللي حل باللاعبين الدوليين في الفريقين، مش في الاهلي بس او فقط، لكن اللاعبين الفريقين اتاثروا بالاجهاد. ثانيا المباراة نفسها ما كانتش ممتعة بالشكل للجماهير، لأن كان فيها تكتيك كبير وكان خوف من الخسارة، وخاصة يعني الدفاع كان غالب عند نادي الزمالك كان بيدافع بشكل كبير. كوبر كانت روحه حاضرة في الملعب. بالظبط، فعشان كده المباراة الشكل الدفاعي بتاعه كان حاضر في الملعب بصراحة. يعني حتى الناس بتشبه ان هي كانت زي مباراة مصر وبوركينا فاسو، ان اللي بيلعب أفضل مش لازم يكسب. بالزبط، يعني ممكن الحظ ما يحالفوش. فالقصة كلها ان هي مباراة بناء للمتابعين والخبراء والمحللين وكل الناس، حتى الجماهير ما كانتش مستمتعه بها فنيا بالشكل اللي كان متوقع يعني، لانها زي ما قلت لك حتى كمان جت في وقت بعد كاس الامم والناس كانت منشغله بكاس الامم ومتابعه المنتخب وتاقلمت على روح اللعب في منتخب مصر، فهي جت في وقت يعني كان خلاص هي وقتها وهتتلعب. لكن في كل الاحوال انا مش عايز اتعمق فنيا اكتر يعني عشان ما اسبقش كلامك، لكن اللي انا عايز اقوله ان الاهلي ادى بشكل كويس، ادى مباراه بشكل جيد جدا في بعض الظروف المعاكسه، ده وضع طبيعي انه ممكن تحصل في المباريات. كان مساله التغييرات الاضطراريه اللي حصلت اثرت برضو على تسديد ركلات الجزاء، الترجيح في الاخر، كل هذه الامور برضو يمكن الناس كلها ما شافت الفرصه الضايعه بتاعت اجاي اللي خلاص كانت في الوقت القاتل وما دخلتش، حاست برضو ان المباراه بتبعد او في سوء توفيق، لكن ده ما يمنعش وحاسس ان احنا ما عندناش هداف. بالظبط، هو ما كانش يعني في خلي الاهلي خلينا انا لو اؤمن يا استاذ حسن بان انا يعني التوفيق وعدم التوفيق طبعا لازم نؤمن بيها الشرقاوي، بس في الاخر خالص، لكن انا لازم اعمل اللي عليا وبعد كده اقول ايه، انا في توفيق او مفيش توفيق، انا مش مطلوب مني كافر والنادي الاهلي، وكان دايما يقول لنا الكلام ده مستر مانو الجوزي، مش مطلوب مني ان انا انزل واحضر واعمل واخد، مش الكلام ده مش مطلوب مني خالص، انا مطلوب مني لما يجي عندي فرصه، خصوصا لما تكون فرصه ذهبيه في الدقيقه 88 اعتقد، وفرصه سهله جدا لازم استثمرها واجيب جون عشان افرح كل الناس، لكن انا ما كانش مش مطلوب مني كل الكلام ده، على قد ما مطلوب مني ان انا
اجيب جول اكسب بيه الفرقه وخلاص هطلع نجم المباراه، وده اللي بفتقده النادي الاهلي وهفتقده حسام البدري والله يكون في عونه. ده صحيح، وده كان واضح امبارح، ما كانش فيه هداف في الفريق، ما كانش فيه مهاجم صريح واضح، لكن كانت كلها محاولات قد تبدو بعضها خطير وبعضها غير خطير. المساله بس عشان نتكلم بمنتهى الامانه، يعني قد يكون هناك امور لا نعلمها، يعني في امور خلال الاستعداد او خلال التجهيز اللعيبه قد تكون غير واضحه لينا، لكن لابد ان نحترم رؤيه المدرب. طبعا طبعا المدرب أكيد. حدد تشكيل معين أكيد. ولو كان الهدف ده جه كان حسام البدري يبقى افضل. لا 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 احنا خلي بالك احنا لا لا يعني ما بنقولش يا استاذ شلاوي، يعني حضرتك تدخل معانا او خليك معانا، ما بنقولش ان الكابتن حسام اخطا في اجاي خالص. اجاي كان ممكن يجيب الكوره بالظبط ويبقى احسن. لا هو أجاي على فكره هو هداف الاهلي في بالزبط. الدوري بالزبط. يعني بالزبط. هو ولكن هو الهداف حاليا تخيل. وبالتالي حسام البدري طبيعي جدا ان هو يلعبه، لازم كان لعبه. لازم احنا هنتكلم في التشكيل. انا بس عايز أقول حاجة مهمة. الزمالك أجاد إن هو دافع في المباراة كويس، حافظ على شباكه، ركلات الترجيح دي ممكن تبتسم لأي حد عنده توفيق فيها. المسألة كلها هي مجرد مباراة وعدت. يعني أنا عايز بس يعني الناس ما تتوقفش عند يعني أصحاب التحليل والفنيات والأمور الكتيرة دي كلها أمور لازم يضعوا في حسبانهم أمر مهم. الدوري متوقف بقاله 45 يوم. كل اللعيبه دي يعني فتره يعني تدريبات فقط واستعدادات وهميه وشكليه وليست حقيقيه، مفيش مباريات رسميه. تمام. كل البعض اللعيبه اللي جت مع المنتخب كلها كانت بتشعر بالاجهاد. تمام. وده وضع طبيعي. تمام. فناس بتتكلم ان الصفقات بتاع الاهلي الجديده ليه ما تشاركش، ما هي دي الناس يعني متخيله في ده امر يحمل شقين مهمين جدا، لان ده برضو مسار تساؤل لناس كتير. انت ممكن تشارك اللعيبه الجداد وممكن في ماتش زي ده تخسرهم او تحكم على تنع على مستقبلهم مع الفريق. اسئلتي كده بس عسل. وممكن في نفس الوقت الأسئلة. طيب بس النقطه دي مهمه عشان هنتكلم فيها، هنتكلم في مسار يعني كلام الناس. لا هنتكلم فيها بالتفصيل كمان، خلي حضرتك تتكلم فيها. لكن انا اروح للاستاذ محمد الشراوي اساله سؤال هيرد عليا بعد الفاصل، هقول له هل الاجهاد فعلا اثر على المباراه امبارح بالرغم من اكتر ان اكتر اثنين في المباراه جريوا كميه جري مش طبيعيه هم احمد فتحي وطارق حامد؟ هنسمع اجابته لكن بعد الفاصل.